الحمد لله يا دول معانا في الفيديو. العب العب صباح الفل يا سمارت. الحمد لله وصلنا بالسلامه امبارح الساعه حوالي 8 ارض فيروز كما كانت شمال سيناء هتفتح ابوابها للناس كلها. بصوا لهم الشاليهات دي كلها مهجوره بقى لها 14 سنه يا جماعه. ده استثمار مجمد بقى له 14 سنه او 13 سنه. واحنا مشينا على الطريق سنتي سنتي ومتر متر بعجلنا ومعانا بنت حوالي 30 رحال. احنا طالعين من القاهره لغايه الاسماعيليه طبعا احنا عادي. من بعد ما عدينا النبق لغايه ما وصلنا هنا السكان بقى قابلونا اللي يدينا ميه واللي يقولنا عايزين حاجه واللي يعزم علينا باكل واللي يدينا ورد واللي يتكلم معانا. لا الحاجه العريج بقت غير ورجعت احسن من الاول كمان. النهارده 25 ابريل علشان ندي رساله ان شمال سيناء طهرت من الرعب. مصر امنه، طرق مصر امنه. نعمل دلوقتي حالا على المحافظه نحط النصب التذكاري في اجليل الزهور، نحط اجليل الزهور في نصب التذكاري للشهداء. طبعا العسل. ايه بقى قول لي النهارده الدنيا هتمشي ازاي؟ النهارده هيبقى تقريبا ماراثون اليوم النصب التذكاري والمحافظ تقريبا هيحط الحجر الاساس. حلو. وان شاء الله يكون يوم جميل والحمد لله على السلامه. الله يسلمك. الله يخليك. شرفنا احنا مشينا على تراب ارض فيروز تاني وقلنا ان احنا ماشيين بعجله. دي رساله للعالم كله صامته من غير ما نقول اي حاجه. احنا قلنا يا جماعه احنا مشينا من القاهره للعريش من احسن رساله للدراجه المصريه العالم كله انك انت مهما عملت الناس مش هتصل. يصح في ايه؟ انك انت تلاقي 30 دراج ماشيين بمنتهى الامان مش قلقانين مش خايفين معاهم بنت ودي جديده مش خايفه مش هايبه حاجه. فكده الارض دي بقت ارض فيروز ثاني وهترجع احسن من التاني. ويمكن كمان فيهم ناس لاول مره بيزوروا محافظه شمال سيناء او يجوها حتى يا فندم كلهم. انا ست العميد قوات مسلحه عميد سامح عضو من اعضاء المشوار. شرف لينا ان احنا يبقى معانا عضو من اعضاء المشوار منظم الحدث والمشرف عليه. سياده العميد برحب بيك واهلا وسهلا بيك. اهلا بيك يا فندم. وبالتاكيد حضرتك كرجل يعني عسكري يعني تقدر قيمه هذه الارض وكل حبه رمل فيها. بالتاكيد كنا بنضحي بنفسنا وطموحنا عشان ما بالك بسينا كلها. نعم نقول ان احنا نيجي نواب شرفنا كبير ان احنا نتحرك على ارض سينا. بنات من اهل العريش خدوا عجل يا جماعه وقالوا ايه عايزين ناخد لفه كده بالعجل ده. ايوكوا بقى بعد ما سوتوا العجل كده. طيب تحب تقولوا ايه رحله مشوار وهم جايين من مصر للعريش بالعجل؟ دورتونا. ايوه قولوا. بصوا ما مش عارفين. طب انتوا عارفين. طيب يا جماعه معانا دلوقتي عبد الله حجاب هنا هيقول لنا المكان بتاعه في العريش علشان اي حد يجي العريش ياكل ايس كريم من عنده. مكان فليكس سكوب. لا سكوب. طيب. طيب. الله العب العب. ده في شغل هنا يا جدعان. ده في شغل هنا يا جدعان. ما بيحصلش عندنا في القاهرة ده. الشغل ده ما بيحصلش عندنا في القاهرة. اعمل لنا بقى واحدة عايزها مانجا وفانيليا وشوكولاتة. بسكوت. بسكوت اهو. ايه؟ اه قلت له هو هيعمله. بصوا يا جماعه الشغل. ايوه.
بتاعك؟ حط بقى كده ظبطها ماشي خفيف. العب العب ده في حاجات بتطير يا جدعان. الله ينور عليك يا عمر. احنا وصلنا هنا نفس المكان اللهم صل على النبي. نفس المكان اللي كنا فيه امبارح. دي اشاره جميله جدا. ايه يا جماعه اخبار الاكل يا شاهد؟ حلو جدا. لقيت الجوانتي بتاعك؟ بس بقى انت بتفكرني يعني. انا ليا جوانتي بذمتك يا معلم. موجود موجود. ايوه اهدات الناصيه قايد. اهدات الناصيه بتاعته. ايه دي الناصيه بتاعته؟ رز حلو. رز عيش سيرفيس على اعلى مستوى. محدش ده رز زياده. اي حد يا جماعه عايز رز يقول. اي حد عايز رز يقول. يعني تحب تقول ايه في ختام هذا اللقاء؟ مزاج المزاج. مش هي خوف. احنا ما نخافش. احنا لا نهب اي طريق. الحمد لله. مشوار يعبر الانهار. مشوار الاكل يا جماعه. رز، سمك، تعالوا كل سلطه، طحينه، زيتون. تعالوا كلوا معانا. تعشينا الحمد لله سمك ورز. الرز كان جميل جدا. الرز كان سيبك من السمك. الرز كان جميل جدا. صح يا ضحكه؟ نكلم مين؟ ايوه كلنا. حصل يا ابو نادية. كلنا رايك في وكل حاجه حلوه هنا يا ابو ناديه. كل حاجه حلوه. كل حاجه حلوه. والرز الرز كان جميل قوي. سينا حلوه. العريش جميله. بلاش اقول تمام. ويعني الخطوه اللي جايه ان شاء الله كابتن سمارت احنا عايزين نخطب من هنا. احنا هنخطب من هنا يا جماعه. خلاص القائد ده كلمنا. انا و وضحكه هنتجوز من هنا ان شاء الله. ان شاء الله هنخطب من هنا. قرار ان شاء الله قبل ما نرجع كمان. يعني قبل ما الفيديو ده انتوا تشوفوه. قبل ما القائد خلص في ثلاثه. القائد خلص يعني خطب لنا الحمد لله واتكلم. فقبل ما تشوفوا الفيديو ده هيكون احنا ثلاث دبل تلبسوا الحمد لله يعني. وخلال سنه من دلوقتي يعني النهارده. انتظروا بقى فرح سمارت. انتظروا فرح سمارت.